السلام عليكم الاخوان والاخوات الاعزاء العزيزات، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين 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 بخير وعلى خير وبصحه جيده وتكونوا مرتاحين في حياتكم. المهم اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على افضل الولايات بالنسبه للمهاجر اللي يلاه جاي جديد ان شاء الله. الولايات المزيانين من ناحيه المعيشه، من ناحيه الدخل الفردي، من ناحيه الامن، من ناحيه الاستقرار، من ناحية الجو، من جميع النواحي، ومع تقديم بعض المعلومات على كل ولاية. المهم هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نعطيكم الولايات بالترتيب على حسب المعرفة ديالي وعلى حسب البحث اللي درت تحت طلب الإخوان والأخوات اللي كانوا يسولوني ديجا على هذه القضية ديال الولايات. الناس كتسول بزاف على الولايات الأفضل للعيش. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال هذا الفيديو ان شاء الله، وقبل ما نهضروا على الولايات الافضل للعيش في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للمهاجر الجديد، كنهضر على الناس اللي يلاه جايين ولا الناس اللي يلاه جاوا ولا الناس اللي يلاه غيجيو. يعني بالنسبه للانسان يلاه خرج من المغرب وغيجي الامريكان، شنو هما الولايات المزيانين، الولايات اللي يقدر يستقر فيهم، الولايات اللي يقدر يندمج فيهم، الولايات اللي غيلقى فيهم خدمه دغيا، الولايه اللي المدخول ديالها مزيان، الكرا فيها مزيان، المعيشه فيها مزيانه. يعني كل شيء الحوايج اللي كيحتاج المهاجر اللي يلاه جاي للولايات المتحده الامريكيه. قبل الاخوان ما نهضروا على هذا الموضوع، قبل ما نتعمقوا في هذا الموضوع ان شاء الله، بغيت نرد على واحد التعليق. المهم واحد التعليق ديال واحد الاخت. المهم تشوفوا التعليق هذا ومن بعد نرجعوا. يلا بيس. كما شفتوا الاخوان في التعليق، هاد الاخت هادي قالت لك باللي امريكا ماشي حلم. يعني امريكا ماشي كما كنهضروا عليها، يعني ماشي شي حاجه، يعني امريكان عيانه، امريكان ما فيها والو، امريكان بنان قاتلوا الكريدي في امريكان، ماشي حلم، ما تبقاوش تقولوا عليها حلم. اللي غادي نقول لك الاخ ديالي، مع الاحترام ديالك بطبيعه الحال انا كنحترم اي راي، هذا راي ديالك كنحترمه، ولكن ضروري خصني نعقب على الراي ديالك. ماشي اي تجربه فاشله لاي شخص كما كان جا الميريكان مثلا ما نجحش فيها، راه صافي ميريكان راه ماشي حلم، ميريكان راه خايبه، ميريكان راه ما دايراش، ميريكان راه ما فيها والو، ميريكان فيها الفقر، ميريكان فيها البطاله. راه ماشي تجربه ديال واحد الشخص ولا جوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 غادي نحكموا على الناس كاملين. راه امريكان راه ما واقفه على حتى شي واحد. انا ما كندافعش على امريكان، ولكن انا مع الحق ومع هذا الشيء اللي كنشوفه، مع هذا الشيء اللي كنعيش. يعني كاينين الناس واصلين الحمد لله، كاين الناس قراو، كاين الناس تكونوا، كاين الناس خدامين دايرين الفلوس، باش ما نكذبوش على راسنا. اي كاينه تما، اي كاينين صعوبات، ماشي قلت لك، ماشي انا كنقول باللي ميريكان راه ما فيهاش الصعوبات، ميريكان سهله، يعني غدير فيها غتسد عينيك غيطيحوا عليك الفلوس من السماء، ولا غتمشى غتلقى واحد الخنشه ديال الفلوس. راه هادشي عارفينه، راه تما راه كاينه، راه متفقين عليها. راه بنادم راه خصو يجي يخدم على راسو، تجي تخدم على روحك، هادي معروفه. ما كايناش شي حاجه سهله غيعطيوها لك هنا، غتجي غيجي شي واحد غيعطيك فلوس من عنده يقول لك هاكا السي محمد هاك باش تخلص الكرا، ولا هاك باش تاكل، ولا هاك باش تشرب. ولكن كاين الحقوق، كاين العداله الاجتماعيه، كتخدم كتخلص بالساعه، عندك السوشيال سيكوريتي ديالك، عندك المسائل القانونيه ديالك، يعني خدام معزز ومكرم. يعني ماشي انا بالنسبه لي حلم، انا بالنسبه لي حلم. الى انت مثلا كتجيك امريكان ماشي حلم، ولا شي واحد اخر كتجي امريكان ماشي حلم، انا بالنسبه لي حلم. ماشي غادي نقول شي حاجه ما كايناش، هادشي راه الواقع. الحمد لله جينا بخير وعلى خير خدامين، جلسنا من الخدمه بسبب كورونا، راه كيعطيونا الحقوق ديالنا، كيعطيونا المسائل ديالنا. ما علاش غادي نقول ماشي حلم، ولا نقول للناس لا راه امريكا راه ما فيها ما يدار، امريكا راه كنتسمى كنضحك على الناس. راه ما يمكنش لي انا نقول شي حاجه ما كايناش. امريكا انا الاخوان فيها ما يدار، الا كنتي كابابل، كنتي انسان كابابل مكافح، كنتي انسان باغي تخدم على روحك، كنتي انسان
كنتي انسان ما لقيتيش الخير في بلادك مثلا وجاي باغي تغير الواقع ديالك راه غادي 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 تعيش مزيان. ايه الا كنتي انسان فاشل وكنتي انسان كتعتمد على الناس الاخرين يعطيوك وماشي كابابل وماشي فشكال وماشي قافز راه ما غادي دير والو لا في امريكا لا في اوروب لا في المغرب لا في المريخ لا في عطارد فين ما مشيتي راه ما غادير والو. سو هذا الفيديو هذا الاخوان هذا ماشي الفيديو هذا الجزء الاول فقط ردا على داك التعليق الصراحه لي انا ما متفقش معاك الاخت مع احترامي لك الكامل مع احترامي لك الكامل انا ما متفقش معاك في هذه القضيه ديال ان ميريكان ما راه ما كما قلتي انت ميريكان ماشي حلو بالنسبه لك انت يعني ديما انسان ما يهضرش من الزاويه ديالو هو فهمتي ما يهضرش من الزاويه ديالو الا كنت مثلا انا كتبان لي ميريكان ماشي حلم ميريكان لا علاقه ميريكان عيانه ما فيها والو فيها المعاناه فيها ما غاديش نقول راه نسقط على نسقط على الناس كاملين نقول راه حتى واحد في ميريكان راه ما داير والو يعني ميريكان كامله راه خايبه ميريكان راه ما فيها والو يعني كان راه ما يمكنش نسقطوا على كل شيء ما يمكنش نعتبروها بحال قلتي كيقولوا لي ما يمكنش نعتبروها حقيقه يعني هذا الشيء اللي قلتي انت ما يمكنش نعتبروها حقيقه الحمد لله كما قلت لكم الاخوان راه كاينين الناس عايشين بخير كاين الناس مزوجين دايرين وليداتهم خدامين بخير وعلى خير كاين الناس اللي اتجهوا للدراسه راه قراو تكونوا على مستوى الدراسه هنا الا قريتي راه كتقرا فابور يعني راه ما كتخلص ريال الا كانت عندك الجرين كارت راه كتقرا فابور الطبيب هنا الا درتي الميديكيت راك تحصل على تغطيه صحيه فابور يعني كتعالج فابور بلا ما نضحكوش على الناس بلا ما نضحكوا على الناس ديك القضيه ديال اللعمة دي ما كاين والو الا الغربه اي الغربه صعيبه اي كتغرب على بلادك على والديك ما كتشوفش والديك كتكون كتعيش الوحده الغربه ما كدوش العيد الكبير ما كتحس بواحد شويه النقص ولكن هذا الشيء ما كيعنيش ان هاد البلاد هادي ماشي حلم هاد البلاد حلم اي واحد بغى يغير الحياه ديالو نحو الافضل راه هادي هي البلاد وهادي هي الفرصه باش يغير الحياه ديالو نحو الافضل باش ما نكذبوش على الناس نقول لهم لا راه القضيه راه صعيبه القضيه راه ما كاين والو القضيه راه خايبه لا صعيبه انك دير الفلوس هنا هذاك الشيء كلشي هضره خاويه كما قلت لكم كنتي كابابل تعيش مزيان ما كنتيش كابابل راه ما غاتعيش في حتى شي بلاصه ماشي امريكان باش نكونوا واضحين كاينين صعوبات كما قلت لكم الاخوان ماشي غتجي غتلقى كلشي مفرش ولكن حنا الحمد لله حنا اي صعوبه كنواجهوها يعني ماشي داكشي ما كيجي داكشي بالنسبه لي انا ماشي صعوبه فهمتي داكشي ماشي صعوبه المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم ياك بلا ما نطول عليكم كان هذا رد على داك الكومونتير ديال الاخت اللي كنحترمها وكن كامل الاحترام والتقدير هذا فقط تعقيب على التعليق ديالها وهذاك في الاول ولا في الاخر الراي ديالها يحترم يلا الاخوان نخليكم مع التتمه ديال الفيديو كما قلت لكم سمحوا لي الاخوان طولت عليكم الفيديو على ثلاثه ديال افضل الولايات بالنسبه للمعيشه في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للمهاجر اللي يلاه جاي المهاجر الجديد ولا يلاه جا هادو هما بالنسبه ليا ثلاثه ديال افضل الولايات يلا نخليكم مع التقرير هذا يلا بيس لكم كاملين Thank you.